ايه يا عم القمر، ما بتفتكرنيش انت غير في المصلحه بس. ها اه جهزت لك الفلوس، كده كده هنأجر الفستان النهارده بقى، مش حوار. يلا طب تعالى ما تتاخرش. ادي الفلوس. الباشا اللي نور المحل كفارة يا جدع، يعني انا اللي افتح من بدري واخلص شغل وانت جاي لي باشا؟ ما تزعلش مني يا اخويا، انا جاي والله قابلت صحابي وقفت معاهم شويه. الاسطوانه الحمد لله بتاعت كل يوم. ها يا نفسي اتغيرها، حتى نفسي اصدقها. طب انا اخش على المحل بسرعه. خش على الطرق. عيبك انك عارف ان انا بعزك. وايه ده حبيبه قلبي اللي وصلت؟ ايه يا عم كل التاخير ده؟ وبعدين ما كنتش هتجيلي يعني غير لما اجهز لك الفلوس؟ يا بيبي انت عارف ان انت كنت وحشتني، انا هاجي برضه عشان الفلوس. وحشتك؟ يا نهار ابيض، الكلمه دي كان نفسي اسمعها من زمان قوي. وبعدين احنا الكلام خدنا، هتشربي ايه؟ هشرب قهوه مظبوطه عشان دماغي مصدعه. وربنا المظبوط للمظبوط، احلى قهوه جايه. عامل ايه يا ابراهيم؟ ازيك؟ ازيك يا ليه؟ عامله ايه؟ الحمد لله. عارفه ان الايام دي صعبه، وعبده اكيد طبعا مطلع عينك، ودي حاجه بسيطه من اختك. لا لا يا لا، انت فاهمه غلط خالص، عبده خليني مش محتاج حاجه الحمد لله. ابراهيم امسك بقى قبل ما عبده يجي. وانا غريبه؟ القهوه يا حبيبه قلبي خلاص اتطلبت. المهم بقى، الفستان بقى اللي انت عاوزه تجيبيه ده يبقى شكله عامل ازاي؟ ايه والله يا بيبي انت هتجيبولي على ذوقك. لا بص انا ماليش بصراحه في جو البنات ده، انا عن نفسي هديك الفلوس وانت تتعاملي براحتك. ماشي. فلوس كانت هنا. ازاي؟ انا المكان مكركب. والله انا شاكه ممكن الواد ابراهيم مثلا خدها. الفلوس كانت هنا، ابراهيم مين اللي خدها؟ بس ابراهيم مش هيعمل كده. انا بقول لك شاكه فيك. انا داخل افتشها. يا هيمه. يا حبيبي. يا حبيبي بقول لك ايه، بسم الله عليك، ما شفتش فلوس كانت في الدرج؟ لا ما شفتش حاجه يا عم. خالص؟ لا. هويمه ما شفتش حاجه. لا مؤاخذه يا ابراهيم افتشك. فتش ايه يا عم؟ انت بتشك فيا انا يا عم؟ مؤاخذه يا هويمه. فلوس ايه دي يا لا معكش حاجه ده ابراهيم. معكش حاجه ها؟ قلت له يا ابراهيم فلوس اللي اديتهم لي من شويه. فلوس اللي اديتهم لك بتدخل البنت في مصيبه يا ابراهيم؟ خش انت جوه، انا اعرف اتعامل مع الاشكال دي كويس. يا عبد ما تشكش فيا، انا بقالي 3 سنين شغال معاك. طب انت شفت مني حاجه وحشه؟ ولا فكك من جو المحن ده، انا ما بحبوش. احمد ربنا ان انا ما قلتش منك وفضحتك في المنطقه. يلا بره، يلا انت هتصورني محفظتك. انت يا بت عكر مزاج الواد ابن اللذين، بس انا اللي غلطان، انا اللي مدلعه. هنعمل ايه في الفستان يا بت؟ مش عارفة، أنا في فستان أحمر كده أو أبيض، الاتنين عاجبني، فأنا بفكر أختار واحد منهم. وأنا إزاي ما رجعتش حوار السلك النت ده؟ أنا هرجع الكاميرات. أوبا ده كمين بقى. مش فاهم حاجة، كاميرات ايه الفيديو اللي انت بعته لي على الواتس؟ طب سلام. يا عم بتصلي التراويح؟ انت عايز مني ايه؟ هو اللي عاوز منك ايه؟ انا عارف ان انا جيت عليك وظلمتك وعرفت منها الحرام. واللي عاوز اقوله لك ان انا فسخت وخطبت ما بيني وما بين الاء. طب انا الكلام ده ما يلزمنيش، انت راجل شكيت في ايه؟ عارف محل الطرح اللي جنبي؟ خلاص بقى باسمك يا ابراهيم.